توكل. يلا اسم حضرتك. سنك؟ 40 سنة. ساكن فين؟ حدائق. طول عمرك حدائق والله؟ اه طول عمرك موجود وعايش فيها يعني. متزوج؟ مكلم؟ بتشتغل ايه؟ بتشرب سجاير ولا حاجة؟ طيب ايه شكوى حضرتك؟ ايه اللي جابك المستشفى النهارده يعني؟ بتنفس مع المجهود. بقى 10 ايام يعني شورت اوف 10 دايز ديوريشن. ده كومبلين شورت ديوريشن يعني. انا عايزك تحكي لي اخر مره كنت سليم فيها من امتى؟ ده معايا من 21 سنه. ايه اللي حصل من 21 سنه؟ الاول كنت بطلع الدور الثاني. يعني اول حاجه حصلت لك مره كاش نفس دي جات لك مره واحده ولا بالتدريج؟ بالتدريج. طيب لما جت كانت بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ بتزيد مع المجهود بتقل بقى. طيب خدت لها اي ادويه ولا حاجه؟ طب حصل معاها حاجه ثانيه؟ بعديها ابتديت ابطل. مرحة نشوة ولا ببلغم؟ نشوة ابتدى يجي بقى بلغم. بلغم ده كان لونه ايه؟ احمر احمر يعني ولا بلغم ابيض وحوالينه دم او معرق بدم؟ معرق. كميته قد ايه؟ حوالي ربع تقريبا كل يوم؟ طيب عملت له ايه ده لما جه كده؟ رحت المستشفى على طول عملوا لي اشعاعات التحاليل وقالوا لي لازم تعمل عمليه توسيع الصمام. طب احنا بنتفق هنا ان واحد بدا بدسنيا وكف وهيموبسيس. ها ده بالمونري كونجيشن. واحد عنده فالفولار ديزيز وبدا بالمونري كونجيشن بدا مايترال ستينوزس. طيب مايترال ستينوزس راح المستشفى عشان يعملوا له عمليه توسيع. اتحجز وعمل الاشعاعات ولا نوسع له؟ عشان يوسعوا له يوسعوا له اوبن ذا هارت ولا كلوز ذا هارت؟ واحده من الاثنين. ممكن كده ممكن كده. طب احنا من الهيستو نقدر نعرف؟ نعرف. طب اسال العيان انت لما تقوم يفتحوا فتحوا كده ولا فتحوا كده؟ فتحوا من الجنب. يعني الانفرا مامر يعني ايه؟ يعني كلوز ذا هارت اوبريشن. تتوقعوا انتوا بقى العيان ده جاي ليه؟ لسه نوم ده ولا جاي؟ يا اما دخل وسعه قوي قلب ريفيرج يا اما وسعه حاجه بسيطه حصل له ايه؟ لا مايتر ريستيموزس. طب انت عملت العمليه؟ ها عملت وسعه لك الصمام بعد 4 سنين ورجعت تاني كشف. كشف دماغه زي ما هي يعني حصل له ايه؟ ريستيموزس. طب قول لي بتنوع على كام مخده؟ واحده او اثنين عادي يعني غير مخدات يعني اذا ما عندوش ايه؟ ولما بتنام بتكمل نوم الصبح عادي؟ يعني اذا ما فيش كمان بارموسيسمال يبقى انا كده معايا ما زال في بالمونري كونجيشن او حصل تاني بالمونري كونجيشن. هو بعد مرحله البالمونري كونجيشن يحصل ايه؟ البالمونري كونجيشن هيشتكي من ايه؟ وبعد البالمونري هايبرتنشن يحصل ايه؟ رايت سايد هارت فاريشن. عشان كده انا لو انت شاطر بقى بتاخد هيستوري بعد البالمونري كونجيشن تتوقع له كارديك اوت تساله عليها حصل لك دوخه زغلله اغماءات لما بتمشي على رجلك كده بتشد عليك ولا حاجه؟ يعني اذا نو سيمبتومز اوف لو كارديك اوت اند نو سينكو يعني هذا المريض ما دخلش في مرحله الايه؟ البالمونري هايبرتنشن. فطبعا طبعا طبعا رجلك خرمت بطنك اتنمت في طول دمك اليمين عينك اسبرت مشاكل بعد الاكل نو سيمبتومز اوف سيستميك فينس كونجيشن. ما هو طالما ما حصلش بالمونري هايبرتنشن مش هيحصل ايه؟ بس انا لازم اسال ربما يكون مالتي فالفر وعنده حاجه في الرايت سايد يعني فلازم اسال عليها كده ضمنا. انا كده سالت على بالمونري كونجيشن او سيستميك كونجيشن ولو كاردياك اوت السي الرابعه سايموزس ازرقيت ولا حاجه؟ يبقى دي اربع حاجات بحرف السي 2 كونجيشن ولو كاردياك اوت وسايموزس في اربعه بحرف البي. تشيست بين عندك وجع في صدرك؟ نو تشيست بين. بالبيتيشن بتحسب رفرفه ضربات قلبك سريعه ولا حاجه؟ هي دي مهمه ولا لا البالبيتيشن؟ يعني لما تيجي على مريض واحد عنده مايترال ستينوزس وتقول لي نو بالبيتيشن حد استفاد حاجه؟ حاجتين مش دبل. يعني ده مش دبل مفيش ومفيش فايبرليشن مش كده؟ طيب بريشر مانيفستيشنز ممكن الليف اترم يكبر مع المايترال ستينوزس ويضغط على الاسوفجس والليف ريكارد سرينج الدم. عندك صعوبه في البلع ولا حاجه؟ صوتك اتنبح؟ يعني اذا ما عنديش ايه؟ ما عنديش اي بريشر مانيفستيشنز. نسال على البلاد بريشر تشينجز تاخد ادويه الضغط عندك ضغط نسال عن الامبوليك مانيفستيشنز السيمبتوم التاسعه بعد الشر عليك بعد الشر بعد الشر حصلك تقول في لسانك تقول في ايدك تقول في رجلك شليت يعني ما حصلوش ايه؟ ما حصلوش اي امبوليك مانيفستيشنز. نسال عن الفيفر حصلك سخونيه في الفتره دي ولا حاجه؟ انا كده سالت على 10 حاجات اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ سيمبتومز اوف كارديولوجي اللي هم سيمبتوماتولوجي اوف كارديولوجي بيشنت. اللي عايز اقوله لحضرتك البهوات تدخل على حاله قصدي 5 دقائق بصوا مش عايز نفس العيان ده يقول لك بيشنت سفرد فروم ديسنيا اوف كذا ديوريشن اسك ريليفنت هيستوري هتقوم عامل ايه؟ نفس الموضوع انا لسه ديسنيا انا لسه بالمونري كونجيشن مش الديسنيا دي ريليتد للكارديولوجي اسال على كل السيمبتومز بتاعت مين؟ لو انت حافظ على فكره انا ممكن اخد اقل من 5 دقائق بس اكون انا ايه؟ اكون عارف مش هقعد بقى افتكر ساعتها لازم تكون حافظ السيمبتومز بتاعت الكارديو فاسكولار سيستم او سائل على الاذر سيستم عندك مشاكل في صدرك
يعني صدرك بيزايا او حاجه عندك مشاكل في بطنك كل يمين شمال وجع مغص السالب زي ما فيش ده عندك مشاكل في الاعصاب الاحساس في مشكله ضعف في العضلات يعني اذا ما فيش سيمتومز اوف اذر سيستمز افكشن اثروا على الانفستيجيشنز والتريتمنت عملت فحوصات عملت لا القلب ورسم قلب ومغص صوتي على البلاد يبكر يعني عمل ايه وعمل اي سي جي والعلاج طبعا اللي هو عمل الايه عمل عمليه المايترال افالفوت يبقى انا كده خلصت كل حاجه تيجي بقى في البسط تفتكر كده وانت صغير جابك حمى من زمان ها عرفت ازاي وجع في زوري ووجع في المفاصل رحت المستشفى قالوا لي انزلي وانزلي وقالوا لي استمر على السنين ده 15 سنه استمريت بقى قعدت 5 سنين وقفت 10 سنين وقفوا الواحد طبعا حصل اللي حصل بقى يعني اذا في كمان كلاسيكال هيستوري اوف روماتيك هارت ديزيز عملت عمل روماتيك فيفر عملت روماتيك هارت ديزيز عملت عمليات غير اللي انت قلتها دي ولا حاجه خدت نقل دم في امراض مزمنه اخرى في حد في العيله عنده نفس الموضوع ايه رايك هيستوري مفيش خمس دقايق الموضوع بسيط بس احنا نكون ايه نكون عارفين يعني